فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي قال الحقيقة كلمة مهمة في افتتاح المؤتمر أكد فيها على أهمية قضية التنوع البيولوجي والتي توليها مصر أهمية خاصة، وبإدراك تام لقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. نتابع جزء من كلمة الرئيس. ولأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية، فقد حددت مصر مسارا تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويراعي البيئة بجميع أبعادها. من هنا وضع الدستور المصري أسس قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحسن استغلالها وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل، مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر.